بنعمة الرب وفي جو روحي بهيج، رعى صاحب النيافة مارك برئيل دحو قداسا إلهيا في كاتدرائية مار أفرام للسريان لرسامة عدد من الشمامسة بمعاونة الأب الربان بنيامين شمعون. وقد قام صاحب النيافة برسامة وترقية كوكبة من الشمامسة، وذلك بحضور جمع غفير من أبناء الكنيسة السريانية في المملكة. وبهذه المناسبة الروحية يتقدم مكتب فضائية نورسات الأردن ممثلاً بمديرته الدكتورة باسمة السمعان بالتهنئة لكل المرتسمين الجدد، متمنياً لهم خدمة مباركة من الرب. وبعد الرسامة انتقل الشمامسة الجدد إلى قاعة الكنيسة لتلقي التهاني بهذه المناسبة الجميلة. Wow.